محافظات صعيد تشهد طفرة في المشروعات التنموية في عهد الرئيس السيسي. بتوجيهات من الرئيس السيسي، الدولة تواصل افتتاح منافذ أهلا رمضان في أنحاء المحافظات لتوفير السلع بتخفيضات كبيرة. بوتين يؤكد أن بدء مهمة الفرقات الجديدة الأميرال غورشكوف لمهماتها القتالية حدث هام جدا. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلي محمد الرميحي، إليك محمد. أهلا بك دعاء، أهلا بكم مشاهدينا. تشهد محافظات الصعيد طفرة تنموية على مستوى المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، وتشهد محافظة سوهاج طفرة كبيرة في العديد من المجالات عبر مشروعات ضخمة خلال 8 سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة 415 مشروعا قوميا منذ 2014، وبلغ إجمالي مشروعات التعليم قبل الجامعي 320 مشروعا، فيما بلغ نصيب قطاع الري بالمحافظة 49 مشروعا قوميا. هذا وبلغ نصيب قطاع الصرف الصحي بسوهاج 29 مشروعا قوميا، بينما بلغت حصة قطاع الإسكان بالمحافظة 7 مشروعات. شهدت الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة سوهاج في العام الماضي نسبة 43%. تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظة الصعيد، وذلك في إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
شهد برنامج تنمية الصعيد تطورا كبيرا في تحسين البنية الأساسية في الصعيد، والذي تنفذه الدولة المصرية ويركز على جانب البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكل أنواعها وبما في ذلك التنمية الحضرية.
تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية تحقيق تنمية حقيقية لمحافظات الصعيد، خاصة في مجال الإسكان والطرق. نفذت الدولة العديد من المدن الجديدة، بدأ في إدخال تنمية حقيقية لمحافظات الصعيد ولجذب السكان إلى تلك المدن لتحقيق تنمية حقيقية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ. أستاذ محمود، بعد التحية دعنا نتحدث عن التغير الذي حدث في الصعيد بشكل عام، أبرز النقاط التي حدثت في الصعيد وتحديدا في سوهاج، كيف رصدتها؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. في الحقيقه محافظات الصعيد خدت النصيب الاكبر الفتره اللي فاتت من مشروعات التنميه اللي قامت بها الدوله المصريه من خلال عدد من المشروعات الضخمه. لو بصينا على فلسفتها هنلاقي ان الفلسفه الواضحه انه يبقى في مشروعات ليها علاقه بالحق في التعليم، الحق في الصحه، وده اللي ربما يعني قمنا برصده النهارده في موقع مبتدا من خلال عدد من المشروعات اللي تم رصدها. بنتكلم على 415 مشروع قومي منذ عام 2014. احتلت مشروعات التعليم قبل الجميع النصيب الاكبر. هدفها الرئيسي كان القضاء على الاميه. يعني رصدنا منها اجمالي مشروعات 320 مشروع، نصيب القرى بالمحافظه 49 مشروع قومي. ثاني حاجه جت بعد كده المشروعات اللي علاقه بالصرف الصحي والاستثمارات الموجهه في سوهاج. كل ده بيدينا مؤشر على الى اي مدى الدوله المصريه اهتمت الفتره اللي فاتت، سواء من خلال المشروعات القوميه او من خلال مشروعات حياه كريمه، وده يمكن من اهم المشروعات اللي اتنفذت ويمكن
ربما كانت من اهم الحاجات اللي رجعت للصعيد تاني رونقه فيما يتعلق بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وتوفير فرص العمل وتوفير الاحتياجات بتاعت الصعيد. ده بيدي مؤشر ان الدوله المصريه الفتره اللي فاتت كان عندها رؤيه شامله لتطوير منطقه الصعيد، وانه الصعيد بالفعل ودع التهميش اللي كان بيعاني منه لسنوات طويله سابقه، وانه من اولويات الدوله المصريه الان العمل في الصعيد. وربما سنرى في الغد ان شاء الله الافتتاحات المهمه اللي هيقوم بها السيد الرئيس في محافظه سوهاج، واللي ربما بدانا يعني نرى بعضها الان ونرصد بعضها الان فيما يتعلق بعدد من الحقوق، الحق في التعليم، الحق في الصحه، الحق في الحياه الكريمه. ودي ربما هي الفلسفه اللي بتتحرك فيها الدوله المصريه عشان ترجع تاني للصعيد رونقه وترجع تاني الصعيد انه يبقى على اولويات ويمكن في مقدمه المشروع. بنتحدث على تنميه شامله استاذ محمود، وبالتاكيد ايضا ان من ضمن النقاط الهامه التي حدثت في صعيد مصر هو الاهتمام بالطرق والاسكان، يعني الطرق معناها الربط بين المحافظات المختلفه، وهذا ايضا امر هام. بالتاكيد المشروعات الطرق اتصور ان هي ربطت الصعيد بشكل اقوى بباقي محافظات الجمهوريه عشان يبقى في استثمارات تقدر انها تنتقل الى الصعيد، يبقى في حركه تجاره يمكن الاستفاده منها. اتصور ان محافظه سوهاج النهارده عندها النصيب الاكبر من مشروعات المخازن الاستراتيجيه والشركات الكبرى اللي بتعمل الان في هذه المحافظه، انها منطقه نقل لوجستي مهمه جدا ما بين شمال وجنوب مصر. مشروعات الطرق هي اللي ربطت، وبقى عندنا شبكه طرق واسعه تقدر تربط هذه المحافظة بقراها، بتقدر تنقل التنمية النهاردة إلى أكثر من اتجاه داخل محافظات الصعيد عن طريق شبكة الطرق الجديدة اللي معمولة، واللي ربما النهاردة سهلت كتير عملية السفر والانتقال إلى هذه المحافظات. وده يمكن كان الدعم الأكبر والمساهم الأكبر في أنه هذه المناطق تودع التهميش بشكل عملي وبشكل واقعي من خلال هذه المشروعات اللي تمت خلال، وربما بعضها يستكمل الآن في عمليات الانشاءات الطرق الكباري الجديده غيرها. كل هذه الطرق اتصور انها شرايين للتنميه تم مدها الى الصعيد بدعم كبير جدا من الدوله المصريه وبتوجيه استثمارات كبيره جدا للصعيد وبالذات محافظه سوهاج. نعم، ونحن نتحدث عن تحديدا محافظه سوهاج، دعنا نتحدث عن ابرز المجالات التي تم تطويرها او العمل عليها في سوهاج. بالتاكيد يمكن اهم المجالات اللي تم رصدها ما يتعلق بالتعليم ومحو الاميه النهارده، مدارس، جامعات، معاهد تعليميه متخصصه، ايضا ما يتعلق بالحق في الصحه، مستشفيات. النهارده في كثير من محافظات الصعيد تقدر النهارده يبقى عندها او بقى عندها مستشفيات تقدر تقدم الخدمات اللي كانوا يعني بيتحركوا بسببها من محافظه الصعيد لمحافظات اخرى عشان يتلقوا هذه الخدمه. اتصور النهارده في الخدمه بتتحسن. ايضا ما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي اللي بتمد النهارده سواء من خلال المشروعات اللي بتنفذها الدوله او المشروعات اللي بتقوم بها منظمات المجتمع المدني اللي هي مشاركه في سواء التحالف الاهلي او في مشروعات حياه كريمه. نعم، وايضا بالنسبه لقطاع الري والاسكان، كل هذه ايضا قطاعات تم الاهتمام بها. بالتاكيد يمكن من ضمن الحاجات اللي اتنفذت كانت مهمه جدا، وبالتاكيد ايضا مبادره حياه كريمه لها دور. بالتاكيد ويمكن انا بتكلم على فكره، لو هنتكلم على مشروعات الاسكان النهارده الدوله المصريه كلها بتتحرك عشان توفر حوالي 1,000,000 وحده سكنيه سنويا عشان تقدر تواجه الزياده السكانيه، وان يبقى الحق في السكن موفر لكثير من الناس. الاسكان العشوائيات النهارده بنقضي على العشوائيات في كل المحافظات في الحقيقه، وربما النصيب الاكبر من خلال المشروعات اللي بتنفذ في محافظات الصعيد، ان انت تقدري النهارده توفري وحدات سكنيه سواء للمناطق المناطق اللي هي المهمشه والفقيره انه يبقى عندها الحق في السكن ويبقى في مناطق مؤمنه. النهارده ايضا فكره انشاء محافظات جديده او مدن جديده للصعيد، سوهاج الجديده، الاقصر الجديده، غيرها من المحافظات او من المدن الجديده الذكيه اللي بدات تنفذ في المحافظات، وده لاي مدى تفكر الدوله المصريه في جوده الحياه، انها توفر جوده الحياه مش بس في العاصمه ولكن تمتد جودة الحياة كفلسفة إلى كل محافظات مصر وتحديدا محافظات الصعيد عشان تعوض سنوات التهميش الماضية. في كثيرة من المجالات النهاردة بقينا نشوف محافظات الصعيد في مقدمة التفكير، في مقدمة المشروعات اللي بتنفذ، في مقدمة الاهتمامات بتاعة الدولة المصرية، من ضمنها ما سنراه غدا خاصة أيضا مش بس في مجالات السكن ولكن في توفير فرص العمل، مصانع جديدة، مشروعات صغيرة ومتوسطة،
ويمكن ده بنشوف بعد كده مردوده في المعارض اللي بتبقى موجوده، سواء اللي بتتم عن طريق وزاره التموين او وزاره التضامن الاجتماعي، معارض كثيره فيها عارضين مصريين وفيها يعني مصنوعات مصريه بتيجي من الجامعات الاهليه او من المشروعات الصغيره المتوسطه في هذه المحافظات، فده ايضا بيوفر فرص عمل ويوفر يعني اتجاه انه يعني هذه المشروعات يكون محافظات الصعيد اصبحت من المحافظات الجاذبه للسكان وايضا للعماله بشكل كبير، ربما في فتره من الفترات لم يكن الامر على ما هو عليه الان، لكن اصبح الان هناك الكثير من فرص العمل المتواجده فيها، الكثير من مناحي الحياه التي تم تطويرها والعمل عليها، ونحن نتحدث عن سوهاج تحديدا. دعنا نقول أن كل محافظة من المؤكد أن هناك شيء يميز هذه المحافظة عن الأخرى، ما الذي يميز محافظة سوهاج تحديدا عن باقي محافظات الصعيد؟ لا بالتأكيد المناطق الفسطية في سوهاج النهاردة بقت قبلة الاستثمارات الأجنبية، وده بيتم عن طريق دراسات. أنت عندك مناطق تقدر تخزني فيها الموقع الاستراتيجي بتاعها اللي يقدر يتحرك منها لمحافظات أخرى سواء في جنوب أو في شمال مصر، انه هذا الاهتمام بالاستثمارات الخاصه بالمناطق اللوجستيه ومناطق التخزين، ايضا التطوير اللي حاصل في الزراعه كمحافظات عندها تاريخ في الزراعات المختلفه، انه يبقى في كثيرا من الحاجات اللي ممكن نشوفها في سوهاج، خاصه بعد الاهتمام بمساله التعليم ومحو الاميه، ان يبقى عندك قدرات وفرص عمل متاحه اكثر ل المواطنين سوهاج. ده بيضعنا للنقطه اللي حضرتك اتكلمت عنها، انه هذه المحافظات لم تعد محافظات طارده للسكان، ولكن الان بقى من اهدافها الرئيسيه ومن هدف الدوله المصريه ان هذه المحافظات سكانها لا يتركوها، والكفاءات اللي فيها تبقى من حق هذه المحافظات وتقدر تطورها وتنميها، وده اللي احنا بقينا نشوفه، وده اللي بدا يظهر كنتيجه مباشره للمشروعات اللي بتتم بفلسفتها الحاليه اللي هي بتسعى الى انهاء التهميش اللي كان حاصل لهذه المحافظات، وانه بفيها دعم وفيها مشروعات وفيها ربط ما بينها وبين باقي المحافظات. نعم، ونحن نتحدث عن سوهاج تحديدا، سوهاج ايضا يعني تمتلك كورنيش رائع، هذا فيما يتعلق بمجال السياحة، وأيضا فيها الكثير من المعابد الأثرية والتي تعتبر من ضمن المزارات الهامة أيضا الموجودة فيها. بالتأكيد انت يعني كل المشروعات التي يمكن ان يتم تنفيذها، اتصور انه ده بقى خطة عمل للدولة، ان كل المحافظات سواء فيها انشطة سياحية ترفيهية انشطة مختلفة يتم التركيز عليها وتعظيم القدرات فيها، العمل عليها، تطويرها، تحديثها، انه يبقى في متاحف زي ما حضرتك تفضلتي فيما يتعلق بالآثار، فيما يتعلق بالسياحة، يبقى في متاحف يعني مؤهلة انها تستقبل السياحين والاجانب، ان يبقى في فنادق موجودة وغيرها من الحاجات اللي يدور عليها السائح. كل اتصور انه كل المجالات اللي ممكن يتم استثمارها في هذه المحافظات الان بيتم الاهتمام بيها والعمل عليها والعمل على تعظيم الاستفادة منها، انه يبقى ده يوفر فرص عمل، انه يبقى ده داعم للمحافظة، انه يبقى داعم لانه تغيير نمط الحياة في المحافظة نفسها والتعامل مع المتغيرات الجديدة، انه هذه المحافظة تبقى موجودة على الخريطة السياحية، تبقى موجودة على خريطة الاستثمارات زي ما اتكلمنا، تبقى موجودة على خريطة التعامل مع القرى اللي ممكن كانت تبقى في السنوات السابقة قرى فقيرة وتبحث عن مساعدات، النهاردة بتقدم هذه المساعدات من خلال المجتمع المدني والشراكة اللي بين الحكومة والمجتمع المدني، انه يبقى في نمط الفلسفة الخاص بتطوير الريف المصري، والريف المصري هنا بنتكلم على الريف الصعيد وفي محافظة سوهاج وغيرها من محافظات الصعيد، ان يبقى فيه اهتمام ويبقى فيه قوافل بتزور هذه المحافظات، سواء بقى بتقدم الخدمات اللي بيحتاجها المناطق على حسب حاجة كل منطقة. النهارده هذه القوافل بتشتغل وبتقدر توفر للمواطن في سوهاج وفي غيره من المحافظات انه يحصل على خدمة كريمة، يحصل على دعم ومساندة اذا كان هو طالب للدعم والمساندة، ان يبقى فيه بحث عن احتياجاته الرئيسية سواء محتاج صرف صحي محتاج غيره. فانت بتتكلمي على تغيير شامل بيشمل المحافظات بفلسفة جديدة بتعمل على الاستفادة من كل المقومات اللي موجودة في هذه المحافظات. نعم بالتأكيد، أستاذ محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ، جزيل الشكر لحضرتك.
هذا وشهد قطاع الزراعة طفرة كبيرة في محافظة الصعيد، حيث تم تدشين عدة مشروعات مهمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. المزيد في التقرير التالي. في إطار سياسة الدولة للتنمية المستدامة والمتكاملة في تنمية محافظات الصعيد، نال قطاع الري والموارد المائية نصيبا كبيرا بالاهتمام الذي انعكس بالإيجاب على قطاع الزراعة والاستغلال الأمثل للموارد المائية. المزيد في هذا العرض.
وجه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خالص التهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني ولجميع المواطنين الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والنماء. خلال ترأسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي أشار مدبولي للزيارة التي قام بها لمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركية عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن، منوها بأنه يقوم حاليا بعقد اجتماع كل يومين بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، خاصة ما يتعلق منها بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج وكذا الأدوية، مؤكدا أنه منذ أول ديسمبر الماضي تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، كما يتم حاليا من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفي الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع بغرض توافر السلع في السوق المحلية. في السياق نفسه شدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق. أشار مدبولي إلى أن المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض أهلا رمضان بدأت في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وستتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة وفقا لتكليفات الرئيس السيسي. في سياق آخر تحدث رئيس الوزراء عن قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الحالي، والذي تضمن عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق. تواصل الدولة افتتاح منافذ أهلا رمضان بأنحاء المحافظات لتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة وتصل إلى 30%، وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن إجمالي المعارض المقرر افتتاحها ستبلغ أكثر من 200 معرض ثابت، بخلاف المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة. أكد الاتحاد أن تلك المبادرة السنوية التي تم تبكيرها هذا العام لتبدأ من شهر يناير تستهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، بالإضافة إلى مشاركة السلاسل التجارية للسلع المخفضة وإنشاء المعرض الرئيسي في مارس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. كما أعلن الاتحاد أنه قد تم التوافق مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها 3 ورديات بعد قيام الحكومة والبنك المركزي بتعجيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى. وأشار إلى أن المنافذ بدأت في عواصم المحافظات لتنتشر في المدن والمراكز بشكل تدريجي. أصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 617 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 396 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. تم ضبط قرابة 72 طنا، أما في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فتم ضبط قرابة 295 طنا. في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 14 طنا. في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن إسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 440 قضية من بينها 149 قضية خبز ناقص الوزن و139 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 74 طنا. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 في ختام تعاملات اليوم بنسبة 3.25%،
ربح رأس المال السوقي نحو 22 مليار جنيه ليتجاوز مستوى 1.3 تريليون مليار جنيه، محققا رقما قياسيا جديدا لأول مرة في تاريخه، وذلك بدعم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وعدد من البنوك. وأكدت الالتزام بسعر صرف مرن صاحبها بدء البنوك في توفير الدولار للعمليات الاستيرادية. أدنت مصر الهجومين الإرهابيين المتزامنين في بلدة محاس وسط الصومال، واللذين وقعا بسيارتين مفخختين وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الصومال ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت مصر تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء الفرقات الجديدة الأميرال غورشكوف لمهمتها القتالية بالحدث المهم جدا. وخلال فعالية الاحتفال بدخول الفرقات الخدمة القتالية، أكد بوتين أن التسليح القوي للفرقات سيحمي روسيا بصورة موثوقة من التهديدات الخارجية ويساعد في ضمان المصالح الوطنية للبلاد. كما أكد بوتين أن روسيا ستواصل تطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة وإنتاج أسلحة واعدة. قال أيضا الرئيس الروسي إن لديهم حدثا مشهودا، حيث بدأت الفرقات الأميرال غورشكوف بتنفيذ رحلة بحرية طويلة المدى، ومضيفا أنه تم تجهيزها بأحدث نظام صاروخي لا مثيل له في العالم. هذا أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن إطلاقات لصواريخ تسيركون خلال مناورة أثناء مهمة فرقاتي الأميرال غورشكوف في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط. أشار شويغو إلى أن الجهود الرئيسية لطاقم الفرقاطة ستتركز على ردع ومواجهة تهديدات موسكو والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بالتعاون مع الدول الصديقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية ومستودعاً يحتوي على أسلحة أجنبية في مقاطعة زابوريتشيا ومنطقة دونباس. كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية في عدة مناطق أوكرانية. من ناحية أخرى، قال رئيس الشركة الوطنية للطاقة النووية في أوكرانيا أن بلاده تريد إرسال قوات حفظ سلام إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وتطالب أوكرانيا بنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الموقع منذ سبتمبر الماضي. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها علنا مسؤول أوكراني في مجال الطاقة النووية إلى وجوب نشر قوات حفظ سلام في غياب اتفاق لإقامة منطقة آمنة في المحطة التي سيطرت عليها روسيا بعد وقت قصير من العملية العسكرية الروسية. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيرباك إن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا، أضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تدمير أوكرانيا. جاء ذلك خلال مؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة، وأكدت على أهمية الاستمرار في إرسال الأسلحة حتى تتمكن كييف من الدفاع عن نفسها وحماية أرواح شعبها.
استأنف مجلس النواب الأمريكي اليوم جلساته لاختيار رئيس له بعد أن فشل أمس جميع المرشحين في تأمين الأغلبية اللازمة للفوز بالمنصب. كان زعيم الحزب الجمهوري كيفن مكارثي خسر 3 جولات من التصويت على المنصب، حيث صوت أعضاء جمهوريون لصالح أشخاص آخرين بخلاف مكارثي، وهو ما تسبب في خسارته الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس. أتعد هذه هي المرة الأولى منذ قرن يفشل الجمهوريون في انتخاب رئيس لمجلس النواب في جولات الاقتراع 3 التي نقلتها شبكات تلفزيونية في أنحاء الولايات المتحدة. أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول السفينة جيو بارنس التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وهي تحمل 85 مهاجرا إلى ميناء مدينة تارانتو جنوب إيطاليا. أضافت المصادر أن فريق المنظمة قام بتزويد المهاجرين بجميع الوثائق اللازمة لتقديم طلب اللجوء، ومبينة أنه تم إنقاذ 41 مهاجرا من المجموعة الوافدة بناء على طلب المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، بينما تم نقل 44 مهاجرا آخر بناء على طلب السلطات الإيطالية من على متن سفينة تجارية. أدانت وزارة الخارجية الصينية الممارسات التمييزية بشأن إعلان دول أخرى المزيد من القيود المفروضة على فيروس كورونا للمسافرين القادمين من الصين. تفرض السلطات في مختلف أنحاء العالم قيودا أو تفكر في فرض قيود على المسافرين من الصين مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا هناك بعد تخفيفها لقواعد سفر كوفيد. وشددت الخارجية الصينية على أن مثل هذه القيود على كوفيد يجب أن تكون علمية ومناسبة. قال البيت الأبيض إنه ليس هناك ما يدعو الصين إلى الانتقام من الولايات المتحدة ودول أخرى لقيامها بفرض قيود على المسافرين القادمين من بكين، وذلك في إطار التدابير اللازمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وذلك أيضا يرجع لأن هناك دولا بأنحاء العالم تتخذ تدابير من أجل حماية مواطنيها من تفشي وباء كورونا. هذا وتطالب منظمة الصحة العالمية الصين تطالبها بتقديم أي بيانات تكون ذات أهمية حيوية لتحديد أي متحورات محتملة لهذا الفيروس فيروس كورونا. انتقد الاتحاد الدولي للنقل الجوي القيود المفروضة على المسافرين من الصين، وقال رئيس الهيئة التجارية لشركات الطيران في العالم إن القيود المفروضة على المسافرين من الصين أثبتت عدم فعاليتها في منع انتشار فيروس كوفيد-19. اجتاح إعصار حقلا في مقاطعة ماكون بوسط إلينوي، حيث تسببت العواصف الشديدة في تحذيرات الطقس في جميع أنحاء المنطقة. وأظهر مقطع فيديو الإعصار يحوم فوق الأرض المسطحة متجاوزا عدة توربينات رياح، بينما تم تسجيل صوت هبوب رياح قوية. قالت خدمات الطوارئ المحلية إن الرياح العاتية تسببت في سقوط صومعة في الجانب الشمالي الغربي من مقاطعة ماكون، ونصحت الناس بالاحتماء والابتعاد عن هذه المنطقة. غمرت فيضانات قياسية ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة الحياة البرية والمنازل في منطقة كامبرلي غربية أستراليا، حيث أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ بعد أن تجاوز منسوب أحد الأنهار المحلية 15 مترا متجاوزا الرقم القياسي السابق والبالغ نحو 14 مترا الذي وصل له عام 2002. تسببت الأمطار الغزيرة في غرق مناطق عدة بمدن سعودية، وأظهرت مشاهد مصورة غرق شوارع وأحياء وتدفق السيول فيها. كما أعلنت السلطات تعليق الدراسة حتى الخميس في عدة مناطق، ورفع المركز الوطني للأرصاد التنبيه إلى درجة التحذير من هطول أمطار رعدية غزيرة على المدينة المنورة ومناطق أخرى مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وانعدام في مدى الرؤية. تشمل هذه التأثيرات المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
احتفى محرك البحث الشهير جوجل بالأديب والكاتب إحسان عبد القدوس، حيث وضع صورة كاريكاتيرية له على صفحاته الرئيسية. يأتي احتفاء جوجل بعبد القدوس في إطار إصدار دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الترجمة الإنجليزية الأولى لروايته لا أنام ضمن سلسلة مطبوعات هوبو. المزيد عن إحسان عبد القدوس في العرض التالي. وصلنا لختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. محافظات الصعيد تشهد طفرة في المشروعات التنموية في عهد الرئيس السيسي. بتوجيهات من الرئيس السيسي، الدولة تواصل افتتاح منافذ أهل رمضان في أنحاء المحافظات لتوفير السلع بتخفيضات كبيرة. بوتين يؤكد أن بدء مهمة الفرقات الجديدة الأميرال غورشكوف لمهمتها القتالية حدث هام جدا. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. هذه تحيات دعاء جد الحق وتحياتي محمد الرميحي. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.